طبعا مش هنجيب سيره ان يحيى اتقبض عليه، محدش ينطق بكلمه ولا يعيط وانا بكلمه. حاضر. ماشي يا جمالات؟ حاضر. ايه يا جمالات، عملتي ايه من ورانا؟ بصراحه كده انا كلمت ياسين وحكيت له على كل حاجه. ليه كده يا جمالات؟ هو انت ما بتعرفيش تمسكي لسانك ابدا؟ ايه ده يا ماما؟ قال لك ايه لما قلتي له؟ ما قالش حاجه، بس انا قلبي مش مطمن. رد عليها تلاقيها قلقانه عليك. ما لو رديت عليها تقلق اكتر. طب راجع نفسك عشان خاطرها، حتى حرام توجع قلبها عليك وهي لسه يعني ما فاقتش من موت ابوك. هو قلبها يتوجع عليا لوحدي احسن ما يتوجع علينا كلنا. طب احنا رايحين فين دلوقتي؟ رايحين لنضر، بس معلش ثانيه واحده اجيب حاجه من هنا واجي على طول. الو؟ ايوه يا ست ليلى. طب استنيني بس دقيقتين هغير واجي معاكي. لا خليك انتي مع رؤيه، انا اول ما اوصل له هطمنكم على طول. لا استني يا ماما، انا هاجي معاكي اشوف ياسين عشان خاطري. يا حبيبتي هي مش فسحه، خلوني اروح الحقه قبل ما الفاس تقع في الراس وتبقى مصيبه. طب خلاص روحي له انت، ان شاء الله تقدري ترجعي يعني اللي في دماغه. قولي له ما تحرقش قلب اخوتك عليك يا ياسين. حاضر حاضر، يلا سلام عليكم. وحشتيني قوي. انت كمان وحشتني، بس زعلانه منك اكتر. ليه بس زعلانه مني؟ بقالي كتير مش بشوفك ولا حتى بتكلمني في التليفون. معلش والله العظيم الفتره اللي فاتت كنت مشغول قوي. جايب لي ايه عشان تصحني بيه؟ جايب لك ايه؟ جايب لك ايه؟ انت كان نفسك ايه في عيد ميلادك اللي فات؟ باربي؟ مش عارف، تعالي نشوف كده. باربي. خلاص انا كده سامعها. يعني رجعتي تحبيني زي الاول؟ انت كده كده حبيبي. انت حبيبه قلبي. هو دي طنط ساميه؟ ايوه، روح سلم عليها. اهلا اهلا، وحشتيني قوي. انت عامله ايه؟ صحيح جميل، عروس لبابا جميل، حلوه قوي. انا متشكر ان انت جيتي. ممكن اعرف انت ناوي على ايه؟ ناوي واجهه قدري، ما عنديش حل غير كده. انا بس طبعا مش هوصيكي تخلي بالك من حبيبها، يعني قولي لها بقى ان انا سافرت سفريه طويله وهي اكيد لما تكبر هتفهم لوحدها. ياسين انت بريء مش كده؟ انت عندك شك؟